وهي السيدة فاطمة صاحبة السبع والأربعين سنة من ولاية غليزان تظهر مجدداً على شاشة البلاد وهي متفوقة في امتحان شهادة البكالوريا بمعدل 12.92 بتقدير قريب من الجيد بعدما كانت تحضر لهذا الامتحان عبر حصص الدروس الخصوصية والتي توقفت عن الدراسة سنة 1992 الحمد لله ربي فرحني بشهادة البكالوريا سبق لي أن في قناة البلاد في الوي مارس والحمد لله الجهد تاعي كلنا بالنجاح وكانت عندي مسؤولية الأسديدة التوعي والآلة تاعي ما مولدتي والحمد لله ربحت بتقدير قريب من الجيد 1292 من 92 لهنا راني جبتها الاراده اللي كانت عندي خلاتني نداول الاجتهاد تاعي ومام الاساتذه كفء اللي كنت عندهم. انا كنت عارف باللي غادي تربح باسكو كانت من الاوائل عندي في القسم، كانت تسقسي، كانت تحفز التلاميذ، كان عندها لمسنا فيها الاراده. فاطمه كان حلمها الوحيد ان تدرس الحقوق وها هو اليوم تحقق الحلم بفضل مثابرتها وارادتها القويه رغم المشاكل الاجتماعيه التي تعاني منها منذ عده سنوات. نتمنى كنت متمنيه من بكري الحقوق وجبالي ربي حتى لعندي نتمنى ان شاء الله نسجل والله يجي ربي يعطوني هذا التخصص رغم المشاكل الاجتماعيه تاعي كيما راني ذكرتها من قبل انا امراه مطلقه ومستأجرة أه بلك الحافز الكبير اللي كان عندي باش ندوز شهادة الباكالوريا أني أه كارية هذا الميساج يوصل للسيد الوالي ولما المقاولين غير مشكلتي في السكن هذا وتبقى فاطمة مثال للمرأة المثابرة والمكافحة في سبيل تحقيق حلمها رغم قساوة الحياة التي أصبحت تعيشها وتربية أبنائها لتتحدى كل الصعاب وتتفوق في امتحان الباكالوريا المصيري فهنيئا لها